الله يا زين الروابي ويا محلى الديار، دارنا اللي حبها في حنايا ناسكن، دارنا اللي ماخذنا الوفا فيها شعار، السعود سالم بعز وازدهار، ازدهار بالقرايا وفيك كل المدن، يا وطن وانت للمسلمين اغلى منار، يا وطن وانت بقلوب. مرحبا بالقناه اللي بعلى من الشعب ورواده، مرحبا بالقناة اللي نفضلها مرقب اعلى من الشعب ورواده، كلنا من العوازم قبل قايلها، والترحيب من ضيفنا عاده، والترحيب من ضيفنا عاده، زارت ديارنا والله مجملها في تراث البلد والرجل وحفاد، في تراث البلد والرجل وحفاد، صورة بالفخر يا طيب نقلها في ربوع الوطن كلنا على مجاد، الديار بتقاريره يفصلها كل يوم وفي جمهوره زيادة، كل يوم وفي جمهوره زيادة، مثل هذا قدم شادة، طقمها نخبة رجال موهلها كل دار عن المرقاب نشادة، كل دار عن المرقاب نشادة، العوازم منت لها ليولها كل رجل كسب مجده من أجداده، كل رجل كسب مجده من أجداده، دارنا وطيبنا منا مظللها يوم كل بطيبه يقدح زناده، تحت رايتها للتوحيد واجزالها راية واحد بها إلهي عباد، راية واحد بها إلهي عباد، فوق رؤوس الجبال الشم وطوالها قد رفعنا علمنا وثبت وتاد، مملكتنا الفخر والخير شملها، حي هذا الوطن والشعب والقادة، حي هذا الوطن والشعب والقادة، حي هذا الوطن والشعب والقادة. البير هذه أول بير انشيت للبادية يشربون منها الماء الحلو، أنشاها محمد بن مدهوس بن جازع الله يرحمه، لها ما يقارب 90 عام، وتوفى حول 90، وكانت البادية والعالم لا يشربون إلا البير هذه من حلاوتها ومن عذب ماها ومن زين ماها سبحان الله العظيم، وطواها بالحجر هو بنفسه وحفرها بيده وجعلها سبيل لوالدينا، وكل القبائل قديم كانت يسحبون منها الماء بالدلو، الدلو والرشاء والمحالة، والحمد لله الحين جت المطاقر توازات وجاء غطاسات ماء على كهرب وجاء، لكن من أول يشربونها بالدلو وبالمحال، يسحبون عليها بالمحال ويروون البادية منها وأهل الديرة منها والجميع كلهم، يما كل المنطقة يشربون البير هذه من حلاوة ماها، والحمد لله الحين صار شبكة مياه منت للدولة بشبكة المياه وية مياه الله يجزاهم خير، وغطوا المنطقة فضل الله ثم فضلهم، والحمد لله استغنينا عن هذه البير بحسن خدمات دولتنا لنا الشبكة والماء الحلو والمشروع والخزان اللي يوزع على البيوت وعلى الأحياء وعلى، ونحمد الله ونشكره. طيب كيف كان ياخذ طلعون الماء؟ الماء يطلعونه بالدلو، طريقة دلو جذب، ويصبون طال عمرك يروون اللي معه نقولها القربة ولا الحاجات القديمة اللي انت لا تخفاكم،
يصبون الماء فيها ويودونها في البر على سيارات فروت وعلى اجمال وعلى رواحل، وتعرف الامور هذه. ونحمد الله ونشكره اليوم الدولة وفرت كل شيء، يصل كلمة في بيتك وانت جالس ما تتعب الدولة. نحمد الله ونشكره. مرحبا بالقناة اللي نفض الأمر قب على من الشعب ورواد. مرحبا بالقناة اللي نفض الأمر قب على من الشعب ورواد. كلنا من العوازم قبل قايا الهوى ترحيب من ضيفنا عاد، وترحيب من ضيفنا عاد. زارت ديارنا والله مجملها في تراث البلد والرجل وحفاد، في تراث البلد والرجل وحفاد. صورة بالفخر يا طيب ناقلها في ربوع الوطن كل عالم جاد. الديار كل يوم وفي جمهوره زيادة، كل يوم وفي جمهوره زيادة. مثل هذا البرامج ما انتجاهلها البرامج معيض نقدم شادة. طقمها نخبة رجال موهلها كل دار عن المرقاب نشادة، كل دار عن المرقاب نشادة. العوازم كسب مجده من أجداد، كل رجل كسب مجده من أجداد. دارنا وطيبنا منا مظللها يوم كل بطيبه يقدح زناد. تحت رايتها للتوحيد واجزالها راية واحد بها إلهي عباد، راية واحد بها إلهي عباد. فوق رؤوس الجبال الشم وطوالها قد رفعنا علمنا وثبت وتاد. مملكتنا الفخر والخير شملها، حي هذا الوطن والشعب والقاد، حي هذا الوطن والشعب والقاد، حي هذا الوطن والشعب والقاد. أنا خالد ابن عبد الله ابن شفير الذبيح من أهل العزمية. هذا البيت كان مبني وحنا أطفال أو سابقنا يوم جينا حنا نسكن فيه، يوم عشنا على الدنيا وعرفنا العلم جينا هنا ونسكن فيه. أبانا وأجدادنا اللي قدامنا فنوا، فكانوا يسكنون في بيوت الطين، ثم تحولت إلى بلك يحطونه على العشر وجريد النخل فوق الطين هذا، ثم بدلها ببلك، ثم الحمد لله فلن. هذه الديوانية اللي كانوا الرجال يجلسون فيها هنا، هذه غرفة يقطون فيها اليوم منهم حشروا وتعتبر مجلس. اللي وراها غرفة اللي هي حقة النوم اللي نسميها غرفة النوم للنساء، اللي وراها مطبخ وراها ما حتى ما بدي إلا الشيء اللي بتشوفونه. عندكم هناك البير كان فيها على هدودة بننتقل لها. هالحين ووريكم اللي كان عليها، كانوا يحطون عليها الغروب ثم والسواني، ثم حفروها المواطير هذه اليدوية ينزلون في الدودة، ثم كاين، ثم الحمد لله ثم الحين غطسها. هذا كان يسوون بلك زي البلك هالحين اللي نسويه، نلبنه ونحط له زي حق الشاهي زي كرتون الشاهي، ونحجر عليه ونسوي البلك فيه طين، نحط عليه التبن ونحط على الطين ونلبنه ونحطه في وسط الخشب هذا ونبنيه بلكة فوق بلكة، ونحط هالدرايش اللي عنكم تشوفونها، ونحط عودان اللي وصلنا السطح حطنا العشر لأنه ما تأكل الأرض تتوه، وحطنا عودان الأثل، ثم غمناه بالجريد جريد النخل بسعفه وشغله كله، ثم حطنا على طينة، طينة بدون بلك، طينا نحوسها التبن وحطناها فوق. البيت هذا بناه ما يتكلف الاسبوع، لان انت الايام كل بونا عليه ونتغدى في المحل. هل نبغى نبني بيت او بغانا نحش مجرى او بغانا نزرع
أبغى نسوي كل الديرة تليمت وصار غداها وقوتها وفطورها كله عند رعى المزرعة ولا عند رعى البيت، ويمكن يقومون في 3 أيام في آخر شيء أسبوع، آخر شيء أسبوع، لأن البلك جاهز وكل شيء جاهز والطين جاهز وكل شيء جاهز، وعلى حساب رعى المحلي. نعم يجون تليمون كل الجماعة وتعاون يد بيدك، والنهار الحرفية والنهار الثاني عند الثاني، وثاني بيحشون زراعة وثاني بيحرثون وثاني بيزرعون وثاني بيبنون وثاني يدي بيدك وثاني بيسوون دوادب وبيار أبدا، نتعاون ووجهك أروح ننتقل للدوادب ووريكم. هذا كان الدوادب اللي نحول معه لأن نصل الماء نسميها الدوادب، ونبغى نسميها الدرجة اللي يودينا للماء نحول معه، نحفر معه ونشرب معه ونشغل معه ونجيب الماء معه إلى من نقصنا الماء، وبغى أولية الغروب والسواني ثم بعدها المواطير المكاين النضخات هذا الليج ثم بعدها المكاين عن شوف الشوم. وهذا نفس الدودب درج من الحزم حتى يصل الماء، تخلي ذراع ولا ذراعين على الماء. هذا القف اللي نسميها القف يوم المعويد، شوف عانه الرسوم هذه، ثم من بعدها حطانا المطور اللي هو المكينة نسميها ضيعت اسمها البيت ما ادري ايش اسمها، ايه، ثم بعدها بلاكستون عن كرسيها عن هناك، ثم حطانا البركة سمانا البركة بعدها. هذا شغلنا من اول. الحبال اثنين اثنين الحبال، واحد يلزم فم الغرب وواحد يلزم قاعته. والغروب اثنين ولا واحد؟ لا واحد. واحد. بس فمه كبير. كبير. اليوم انه جاب من هناك رفع الحبل. ايه. وسحب هنا نجي نياه. الجمل يصل هناك يعود على طول الجمل. ارخوه طيب. وانتفى الماء. الجمل لين وين يصل؟ حال الشب، ما هو بالحب الشبكة، لأن البير قصيرة. البير قصيرة. ما هي طويلة. لا ما هي طويلة. وش يسمونه المكان اللي يروح فيه يجي الجمل؟ هذا المجر. 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 يسميها المجر اللي اللي رايح جاي على. المعويد تروح وتجي. ايه المعويد تجي عليه. واللي بياخذون ماء من هذه الديره ياخذون من هنا ولا شلون؟ لا مثلا اللي بيحول مثلا جاي مثلا ناس معهم قراب معهم منين يعبونها؟ يا عبي من هنا في كبير من اول هذا هذا ما هذا ما الحين ماشي هذا الزراعه هذا الزراعه اللي بيعبي ماء منين؟ اللي بيعبي فيه له دلو خاص ولا من نفس الغرب؟ لا مثلا له دلو خاص له دلو خاص له دلو خاص يعني يمتاح من اي جهه ويروح يمتاح من الجهه هذه هالكبر هالكبر قبل الكلام هذا هالكبر ثم حالنا حفرنا الدودب هذا. وانت كم كان عمرك ومنك عاصرت هذا؟ الله والعليم الله والعليم اني ابو 12 10 سنة ابو 12 ابو 12 ابو 12 ابو 12 لان اللي يجي هناك النخل؟ النخل والخضر الحين والطماط وش زين الايام هذيك ولا الحين؟ والله يا اخوك هاك الحين ترى شيء انت شايفها زين والله هاك الحين يعني ها الان الحضارة هذه بكل ما فيها شوف شوف ما تسوى شيء مع الوقت الاول والله ما تسوى شيء والله صحيح الناس يقولون كذا ليش طيب؟ خليني اعلمك خليني اعلمك إن القلوب مواد وأنت ولدي وأنا ولدك ما فيه تفرقة وأنت ابن عمي وأنا ابن عمي نعم ما فيه الروح كلنا نجي بنتنا ورجالنا وكبيرنا وصغيرنا أخوان ايه؟ محبة لله ما هي يعني والحين ما في محبة الحين فيه لكن ولا الفلوس غيرت النفوس لا الفلوس غيرت النفوس غيرت النفوس شوف لعل الله سبحانه وتعالى اللهم امين يعوضنا بالجنه اللهم امين اللهم امين خلاص الان في عصر الماديات يا ابو ها صح ايه؟ صدقت والله خلاص والله صدقت اما النفوس الصافيه والله صدقت الايام هذه اللي تقول انت والله صدقت اي والله الناس الناس انت من قبل شوي تقول يتجمعون على والله نتجمع يتساعدون والله ما فيه ندور عامل من برا ولا عندنا شغل الناس لا عندهم شغال ولا عندهم شغل ابدا لا ليس حلال الحلال عنده العيال احنا الكبار والشباب اللي ما لنا مصلحه وحتى نسواننا معنا اللي تطبخ واللي تجيب تنفخ واللي تنفخ واللي تجيب شيء واللي هذه حياة البساطة اللي اي ولا حياة الله يوفقك ابو الله يخشيرك من دعاك ويرحم والداك مرحبا بالقناة اللي نفض الامر قاب اعلام من الشعب ورواد مرحبا بالقناة اللي نفض الامر قاب اعلام من الشعب ورواد كلنا من العوازم قبل قايا في تراث البلد والرجل وأحفاد في تراث
واحفاده صورة بالفخر يا طيب ناقلها في ربوع الوطن كلنا على مجاد الديار بتقاريره يفصلها كل يوم وفي جمهوره زياده كل يوم وفي جمهوره زياده مثل هذا البرامج ما انتجاهلها البرامج معيض نقدم شاده طقمها نخبة رجال موهلها كل دار عن المرقى بنشاده كل دار عن المرقى بنشاده العوازم منت لها ليولها كل رجل انكسب مجده من اجداده كل رجل انكسب مجده من اجداده دارنا وطيبنا منا مظللها يوم كل بطيبه يقدح زناده تحت رايتها للتوحيد واجزالها رايه واحد بها الهي عباده رايه واحد بها الهي عباده فوق رؤوس الجبال الشم واطوالها قد رفعنا علمنا وثبت وكاده مملكتنا الفخر والخير شملها حي هذا الوطن والشعب والقادة حي هذا الوطن والشعب والقادة حي هذا الوطن والشعب والقادة الله يحييكم تحياة المطر ويا مرحبا بكم والله يحييكم في محلكم والديرة هذه مؤسسة لها فوق 100 عام والنخل هذا له فوق 50 عام وأنا مساعد ابن عبيد ابن مرزوق ابن جزعة والنخل الحمد لله الأرض وارثها من أبوي ومحيي هنا وفيها الاستراحة هذه وفيها البهم اللي عانه وبشبوكة وحدودة هذه والحمد لله والشكر له الله يعز الأمان والإسلام النخل من شقر إليا مكتومي إليا سري إليا حلوية إليا كل الأنواع انتاجه والله من أول طيب وهالحين لا والله جاء فيه لا ذهب وغبار اللي جاء فن خيل كله وفي التمور أكثر دامرنا التمور ولكن حنا بخار ونعمة والله يعزنا حكومتنا الماء طيب الحمد لله المطق مسكن النخل وزايد والبير خلينها حشم لو يجي من الأمور شيء بعد نحط عليها مطق وشغلها النخل ما فيها غير النخل من أول نزرع نزرع قمح ونزرع كل الأنواع اللي تزرع وهالحين لا والله كبناها ما غير النخل بس والحلال من أول والله نشرب منها وهالحين لا لا والله هذا قلت شوي مرحبا بالقناة اللي نفضل مرقب على من الشعب ورواد مرحبا بالقناة اللي نفضل مرقب على من الشعب ورواد كلنا من العوازم قبل قايلها والترحيب من ضيفنا عاد ضيفنا عاد زارت ديارنا والله مجملها في تراث البلد والرجل وحفاد في تراث البلد والرجل وحفاد صورة بالفخر يا طيب ناقلها في ربوع الوطن كلنا على مجاد الديار بتقاريره يفصلها كل يوم وفي جمهور طقمها نخبة رجال موهلها كل دار عن المرقى بنشاده كل دار عن المرقى بنشاده العوازم منت لها ليولها كل رجل انكسب مجده من اجداده كل رجل انكسب مجده من اجداده دارنا وطيبنا منا مظللها يوم كله
أجناد تحت رايتها للتوحيد واجزالها راية واحد بها إلهي عباد راية واحد بها إلهي عباد فوق رؤوس الجبال الشم وطوالها قد رفعنا علمنا وثبت وكاد مملكتنا الفخر والخير شملها حي هذا الوطن والشعب والقادة حي هذا الوطن والشعب والقادة حي هذا الوطن والشعب والقادة. مشاهدنا الكرام، نحن معكم في هذه الجولة من برنامج الديار في هجرة العازمية وضواحيها. معنا احد الاخوان من سكان المنطقه. الله يصبحك بالخير. مرحبا والله وسهلا. كيف الحال؟ الله يسلمك. مساك طيب. بارك الله فيك. نتعرف عليك. سعود بن بنيدر الحارثي. ونعم والله. نعم حالك. الولد؟ الولد نفال. ونعم والله يا ابو نفال. نعم حالك الله يسلمك. ابو نفال البل هذه لك. البل هذه لنا. طيب وش نوع عمل البل هذه؟ هذه بالمجاهيم. مجاهيم. الله الله. طيب انتم مطول في المنطقه هذه ولا رح الله. ولا رحال ولا لا نزال؟ بالله مطولين فيها وحنا من سكان العازميه. من سكان الديره. الله الله من سكان العازميه. طيب وشلون الديره وشلون وضعها بالنسبه للمطر؟ والله الديره المطر ما جانا مطر، لكن الديره طيبه ومراتع. نعم. والمطر ما جانا شيء. ريم على ما يقولون البدو. ما فيها كلام. اي زينه يعني. الديره هذه ينجعلها من كل مسان. اي. كل البدوان تحول فيها. طيب انت احلت قبل كذا ولا على طول في العازميه؟ لا بالله نحيل. وين اقصى ما وصلت؟ اقصى ما وصلنا حد العراق. ايه شايف ولا لا؟ طيب. هذا في المرابيع والصمان. ايه؟ شفت ولا لا؟ نعم. والجنوب ناصل الى حد بيشه ورانياهو. بيشه وادي الدواسر والرمله. ايه؟ ونروح للمنطقه ذي كلها. طيب الان فيه ربيع في الشمال وفيه ربيع في الجنوب ولا ما لا؟ ما جاء ربيع لهالحين، فيها امطار هالحين صارت من الحفر اللي رفحه واللي لينا هالمنطقه دي، اما اللي غيرها ما جاء شيء. ما عندك؟ لا لا ما عندك خبر عنها. في ربيع جنوب مكه عندك خبر عنه؟ والله المنطقه دي اسمها نروح لها، وهل البل ما يروحون لها اللي في منطقتنا؟ اي ما يصلون المناطق ديك ما يروحون. مناطق ساحليه سهله ترى، ما يبي جبل. لا ما يروحون لها، يروحون لها على الساحل. ما يصلون لا لا ما يصلون. بعيد عليهم ولا ما لا تصلح. والله ما يهونها. ما تصلح لهم. ما تصلح لهم. يحبون الشمال. يحبون الشمال ويحبون والجنوب. الصمان والجنوب. والجنوب هذه منطقتها للبل اللي هي يحبونها. نعم. الله الله. موفقين ان شاء الله. الله يوفقنا وياكم. القهوه عندنا هالحين ان شاء الله ممكن نسير عليكم. مرحبا والله وسهلا. حوات غانمه قدامكم وفنجان زاهد. بيض الله وجهك. وعود طيب. ان شاء الله. مرحبا والله وسهلا. واي خدمه. الله يوفقكم ويطاعك ان شاء الله. هلا والله وسهلا. مرحبا بالقناه اللي نفضل مرقب على من الشعب ورواد. مرحبا بالقناه اللي نفضل مرقب على من الشعب ورواد. كلنا من العوازم قبل قايلها والترحيب من ضيفنا عاد والترحيب من ضيفنا عاد. زارت ديارنا والله مجملها في تراث البلد والرجل واحفاد في تراث البلد والرجل واحفاد. صورة بالفخر يا طيب ناقلها في ربوع الوطن كل عالم جاد. الديار بتقاريره يفصلها كل يوم وفي جمهور مثل هذا البرامج ما انتجاهلها البرامج معيض قدم شادة طقمها نخبة رجال موهلها كل دار عن المرقاب نشادة كل دار عن المرقاب نشادة. العوازم منت لها ليولها كل رجل انكسب مجده من أجداد كل رجل سب مجده من أجداد. دارنا وطيبنا منا مظللها يوم كل بطيبه يقدح زناد تحت رايتها للتوحيد واجزالها راية واحد بها إلهي عباد راية واحد بها إلهي عباد. فوق رؤوس الجبال الشم وطوالها قد رفعنا علمنا وثبت وكاد مملكتنا الفخر والخير شملها حي هذا الوطن والشعب.
والشعب والقادة، حي هذا الوطن والشعب والقادة، حي هذا الوطن والشعب والقادة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، حياك الله. يا مرحبا. سامك طيب؟ كيف حالك؟ كيف الحال؟ الله يسلمك. ساك طيب؟ كيف الحال؟ تعال قدم شوي. الله يسلمك. شلون كيف الحال؟ خير ونعمة. ساك طيب؟ الله يسلمك ويعافيك. تعرف عليك؟ زايد بن صنيثان بن براز الدلبحي. ونعم الله. نعم حالك. نعم يا عم زايد. يا مرحبا. الولد شو اسمه؟ ورنس. ورنس؟ ورنس بن زايد. أنت مسمي على اسم المستشرق هذا؟ أنا مسمي على اسم ورنس بن شعلان. أيه. جاني الاسم كهدية. أيه. ورنس بن شعلان رجل طيب ومن حموره، رجل مشهور. ونعم والله. وحنا عند أسماء عندنا أطيب من ذلك، لكن الهدية ما ترد. ما ترد. نعم. وسمانا على والموفق الله. كفو كفو. ما عليك زود. علمنا عن الدير هذا شو اسمه اللي حنا فيها؟ حنا في ضواحي العزم. أنت ايش عندك؟ ايش عندك أول شيء؟ أنا عندي متعطل، جاي مع المسحية هذه من القعية، جايب لنا علف هذا. والذود اللي انت شايفه هذا البلك، هذه باعري. ايه. فهمت ولا لا؟ ايه. هذه باعري مش غلات الفكر اسمها، وعندي قصيده فيها. ايه. واو العنيد العنيد، واو واو الغزال، واو. طيب. واو هذه باعري. من اين جاي تقول؟ انا جاي من القعيه اخذ هالشعير اللي انت شايفه. طيب. تعطل ثم سيك ولا شيء، جاي مع الرقله هذه المسحيه اللي تودي للعازميه. طيب. احنا في ضواحي العازميه، انا قعدت الحشه هذه، الحشه اسمها حشه العازميه. ايه. وهذا ابو سليم. ابو سليم. مراعي. ايه. ما سحت هذا ولا ما سحى رئيس مركز العازميه ومسلمه المراعي وحاطه على لوحات. ايه. ومنتزهات ونافع للناس كلها. جاي من القعيه مع المسحيه في خط عن طريق الجياديه ليجم شرس. ايه. شوي لفتن علانا ونختصر يوم نجي حلانا في الخط هذا. ايه. واللي يوصلنا للعازميه هم جهام والدير هذه يربطنا بقاعيه. ايه. اقرب حول 11 كيلو حوله ونافع. الخط هذا الجلد هذا؟ هذا هو مسحيه عانها من العازميه من عند خزان الماء. ايه. لا انت طب بقاعيه. والخط هذا اللي ما هو مسفلت. الخط ما هم الخط. اشطوله اشطوله كم كيلو؟ يا 11 كيلو يا 12 كيلو. اقرب من الاسفلت؟ اقرب والله ل 35 سنه تمسح المواصلات وعندها ودايق والدوله ما قصرت. ان شاء الله ان شاء الله نصير ان شاء الله يصير اسفلت ان شاء الله. على مال فالله ثم في حكومه الرشيد انه لا بيصير يخدمنا ويخدم الحاج. بيصير. لا انا سمعت من اخواني الخط هذا معتمد يعني. معتمد اقول لك يتصون هالمواصلات اسمه رسمي عندها. الحمد لله. طيب. من 30 سنه. طيب علمنا عن عزمية ولا فيهم اتجاه الا احد. الحمد لله. طيب الديرة هذه شو اسمها؟ اياد. هذا الموقع. هذا ابو سليم. ابو سليم. هذا ابو سليم وهذه رشيدة وهذا الانصر هناك شفته. وهذا ابو سليم يكتف له درشه كل شيء. هذه من ضواحي العازمية. هذا من ضواحي العازمية والمراعي هذه شفته. من ضواحي ما بين القاعية والعازمية. والعازمية وشوف اللوحات على هالمراعي والمراعي ما صح رئيس العازمية ومسلمها للمراعي وعينه على قهوة وعيوننا والدولة من وراء ذلك. الاشجار والبيئه انت خابر. ايه. ما شنقص. طيب انتم ما تعانوا مشكله من الاحتطاب؟ احيانا يقولون اللي ياخذون حطب. احنا والله ان بنفوز والله ان نشري احنا حطب. أيه. كله خشيه ان الاشجار هذه ما يجيها احد. أيه. ولا يقطعها احد وهذه نتظلل فيها وينتزهون فيها عيالنا واهل الديره ومنتزه عالمي. نعم. فهمت ولا لا؟ ونحافظ على حنا ما علينا من الزراعه بعد، حنا الزراعه موظفه واحد على جيب وحنا عنده بالدقيقه حلالنا فيه. نعم. نعم. وبلدنا والمصلحه. والله مفروض الاشجار هذه مفروض ما حد يقول لها شيء. والله ما يقطعها غير ردي الذمه. نعم. فهمت؟ صح. اما العود الطايح واليابس ما هم مشكله. لكن طيب. تقطعها لا والله ما نرضى. طيب يقولون للاسف في بعض الناس يجي للاشجار هذه ويحط عليها ماده او انه يطقها ثم بعدين ياخذها حطب. والله ما تجوز. صحيح الكلام هذا؟ والله ما تجوز وانا ما لاحظت لكن انا شفت اشجار مقطوعه بانا بل الكهرب هذا. اي بالماطور. بالماطور. اي فهمت ولا الماده والله اني لا شفتها وكل شيء هالحين جايز. اي المستحيل يسوونه. زين انت عندك قصيده تقول قبل شوي. انا ما عندي غير ما طلع ابيات علشان ام رقيبه. اي نعم. وام رقيبه في الامل انها تجي. نعم. والبل هذه مسميها داودي مسميها مشغلات الفكر. نعم. والعنيده فيها اسم. ايه. وترفه ذلول ولي مقطع في اليوتيوب. ايه. يوم حملت الجوازات. ايه. موجود في اليوتيوب مع الناس. ايه. وقول الوعد الوضح حدد في الجريده. نعم. جائزه من وضح اطراف البلادي. نعم. واستعدينا ولله ما يريد في تل 50 ولا بالتلادي. نعم. مشغلات الفكر ترفه والعنيده اسمهن واضح وشاهدهن ينادي أردوا علي على المطرق جديدة هو اسمنا يوم من كل الاشدادي. شداد.
هذه ما طلع للقصيده، القصيده ان شاء الله قايبها كملها كملها ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الله يوفقك ان شاء الله. طيب تامرنا خدمه شيء ابد ايه القهوه العصر عندي ولا العشاء سالم. احنا مرتبطين عند الاخوان هنا ايوه معنا الربع هنا وعند ابن جزعه والربع كفو هذا ابن عمي والمحل واحد كفو والله وحضوركم وحضوري الله يبيض وجهك. شكرا لك يعطيك العافيه. مشكورين وعيد وزياره والله يبيض وجهك ان شاء الله. طيب ان شاء الله طيب ما تشوفون شر. مشاهدينا الكرام انتهت هذه الفقره من برنامج الديار، سجلناها لكم من ضواحي العازمية. نشكر أبو أورنس ونشكركم أنتم ونلتقي إلى فقرة أخرى من برنامج الديار. ربحي 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 جو ربحي العنيدة العنيدة هذه العنيدة هذه اللي اسم عليها العنيدة ربحي واو 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 لا تكسر الجيب المخوض جو جو حي حي زعو الشيخة شيخ شيخة شيخ جو واو 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 جو 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 واو. مرحبا بالقناه اللي نفضل مرقب اعلام من الشعب ورواد مرحبا بالقناه اللي نفضل مرقب اعلام من الشعب ورواد كلنا من العوازم قبل قايل هوا الترحيب من ضيفنا عاد والترحيب من ضيفنا عاد زارت ديارنا والله مجملها في تراث البلد والرجل واحفاد في تراث البلد والرجل واحفاد صورة بالفخر يا طيب نقلها في ربوع الوطن كل عالم جاد الديار بتقاريره يفصلها كل يوم وفي جمهوره زياد كل يوم جمهوره زيادة مثل هذا البرامج ما انتجاهلها البرامج معيض نقدم شادة طقمها نخبة رجال موهلها كل دار عن المرقاب نشادة كل دار عن المرقاب نشادة العوازم منت لها ليولها كل رجل انكسب مجده من أجداد كل رجل انكسب مجده من أجداد دارنا وطيبنا منا مظللها يوم كل بطيبه يقدح زناد تحت رايتها للتوحيد واجزالها راية واحد بها إلهي عباد راية واحد بها إلهي عباد فوق رؤوس الجبال الشم وطوالها قد رفعنا وتاد مملكتنا الفخر والخير شملها حي هذا الوطن والشعب والقادة حي هذا الوطن والشعب والقادة حي هذا الوطن والشعب والقادة الله يا